حلوة، حلقة جديدة مليانة بالأخبار الفنية العالمية والمحلية، وأيضا مش هننسى الفقرة التركية. كل ده هنعرفه لكن بعد العناوين. جيني أسبر مثيرة للجدل في السياسة والفن. درة في عباءة برلنتي عبد الحميد. كاتي بيري تحقق إنجازا آخر على تويتر. باسم سمرة وش زبون. جينيفر لورنس تخاف ارتكاب الأخطاء. زي ما تعودتم مشاهدينا، النهارده معانا حلقه مميزه، وهتكون بدايتها مع وقفه غنائيه قادمه من الكويت وتحديدا من مهرجان هالة فبراير. خلونا نتابع سوا فعاليات المهرجان واطلالات النجوم. أخبار الإنتاجات في هوليوود. هنبتدي دلوقتي مع الممثلة داكوتا فينينج اللي انضمت إلى الفيلم الأول باللغة الإنجليزية للمخرج المكسيكي جاردو نارانجو، واللي ما زال من دون عنوان، من المفترض أن يبدأ تصوير الفيلم ده الشهر المقبل. أعلن المنتجان بوب وهيرفي وينستون أن الممثلة إيما واتسون انضمت إلى الممثل أسد فيلم المخرج إليخاندرو إيمينبار الجديد بعنوان ريجريشن. تمكنت شركة ليونز جيت من الفوز بالمزاد العلني لإنتاج فيلم بريتش بعد وعد قطعه المنتج بالمباشرة فورا بالتحضير لتصوير الفيلم والتمسك بديفيد زي جوير لتولي إخراج الفيلم المقتبس بدوره عن رواية للكاتب باتريك لي. كشفت شركة سينكروني سيتي انترتينمنت أنها تعاقدت مع الممثل آرون إيكهارت والممثل مايلز تيلر ليؤديا دور البطولة في فيلم بليد فور ذيس المقتبس عن حياة الملاكم الشهير فيني بازينزا، واللي بيؤدي الممثل في دوره آرون إيكهارت. يذكر أن المنتج المنفذ للفيلم هو المخرج مارتن سكورسيزي. نشرت الفنانة درة صور جديدة لها من كواليس مسلسل صديق العمر اللي بتلعب فيه شخصية الفنانة برلنتي عبد الحميد زوجة المشير عبد الحكيم عامر، واللي بيقدم دوره في المسلسل الفنان باسم سمرة. سيبدأ الفنان توني كيوان تصوير فيديو كليب أغنية شيخ الصيادي، وذلك بعد عودته من نيجيريا حيث أحيا هناك حفل في مدينة لاغوس بدعوة من الجالية اللبنانية. خلونا نروح عند الفنانة جيني أسبر لنعرف إيه جديدها، خصوصا أنها أثارت الجدل مؤخرا ببعض مواقفها. بدأت الممثلة السورية جيني أسبر تصوير دورها في مسلسل أبواب الريح للمخرج المثنى صبح، الذي يتحدث عن الفتنة التي حدثت عام 1860 في جبل لبنان بين الدروز والموارنة، ثم انتقلتا إلى دمشق. ويشاركها بطولة المسلسل سلوم حداد وغسان مسعود وضحى الدبس وسليم صبري وخالد القيش.
وهو أول أعمال البيئة الشامية التي تشارك فيها جيني. من ناحية أخرى صرحت جيني أسبر بأن الظرف في سوريا وغياب بعض الممثلين وتوجههم للعمل في الخارج قوى الدراما اللبنانية لتطفو على حساب السورية، على الرغم من أنها لم تتقدم إلا بعد مشاركة السوريين فيها. وأشارت أن من المهم أن يدعم الممثل السوري أبناء بلده في مخيمات النزوح، لكنه وحده لا يقدم ولا يؤخر، لأن ما يحتاجه النازحون فعلا هو المساعدات. وأعربت عن استعدادها للقيام بأي خطوة من هذا القبيل، على الرغم من أنها قامت وبالتعاون مع أصدقاء لها في اللاذقية بزيارة النازحين من مدن سورية أخرى وقدموا مساعدات لهم. تمكنت أغنية دارك هورس للمغنية كاتي بيري واللي بتشارك الغناء فيها جي سي جي من الصمود في المرتبة الأولى للأسبوع الثاني على التوالي في بورصة الأغاني في أمريكا. كاتي بيري في الطليعة، فهناك 50 مليون شخص يتبعونها على موقع تويتر. نجمة البوب تفوقت على الفائز السابق جاستن بيبر في نوفمبر الماضي، ومنذ حينها أصبحت أول شخص يحصل على 50 مليون متتبع. حاليا لدى بيبر 49.3 مليون متتبع، ورغم أن الأرقام متقاربة تبقى الأولى، ولكن نظن أن معظم متتبعي باري يهتمون لأمرها بسبب الحملة الدعائية لفوزها بالجائزة، حيث تظهر وهي تقبل الفتيات. حاليا الشاب الذي يود تقبيله جون ماير عاد إلى تويتر، خرج منه عام 2010، ولكن يبدو أنه مدمن، وتويتر هو المخدر الاختياري الجديد للموسيقيين. ومن الواضح أن سلوك بيبر السيء وتصرفاته مؤخرا خففوا من نسبة متتبعيه، وأن يحتل عناوين الأخبار يوميا ليس بالأمر الجيد، ومن قال إن الإقلال من أخبار الصحافة سيء. فاصل ورجع لكم تاني، انتظرونا. أهلا بكم مشاهدينا مرة تانية علشان نكمل حلقتنا. بيتعاون الفنان تامر حسني في ألبومه الجديد مع المطرب والموزع الموسيقي شريف مكاوي من خلال أغنيتين، الأولى من كلمات وألحان تامر حسني، أما الثانية من خلال كلمات أمير طعيمة وألحان شريف بدر. أجل الفنان إيهاب توفيق طرح ألبومه الجديد أكثر من مرة بسبب الأحداث السياسية التي تمر بها مصر، على الرغم من إنجاز 95% من الألبوم وتسجيل كل الأغنيات الـ 12، لكن لم يستقر حتى الآن على اسم الألبوم المفترض أن يطرح في الأسواق الشهر المقبل. صور الفنان إيهاب فيديو كليب أغنية جديدة في الولايات المتحدة الأمريكية اللي سيطلقها خلال أيام. في الوقت نفسه بيواصل إيهاب تسجيل أغنية ألبومه الجديد اللي هيطرحه في الأسواق قريباً. ما هو رأي المغنية فيكتوريا بيكهام في الإعلان اللي صوره جوزها لصالح H&M؟ وما هو ثمن أول حذاء اشترته الممثلة كاميرون دياز؟ ونعومي كامبل بتشعر بالتوتر قبل مشاركتها في برنامج ذا فيس، إليكم التفاصيل. كيف تحب فيكتوريا أن ترى ديفيد متستراً أم عارياً؟ كاميرون دياز تحب الأحذية الزهيدة الثمن، ونايومي كامبل لا تزال تتوتر قبل اعتلاء الخشبة. حملة ديفيد بيكهام الدعائية للملبوسات الداخلية من H&M التي عرضت خلال سوبر بول شدت انتباه الجماهير الذين أمكنهم الاختيار بين النسخة المتسترة والنسخة التي يتعرف فيها. حين سئل عن النسخة التي تفضلها فيك، قال النسخة التي أتستر فيها لا تكون مملة بوش. الآن كاميرون دياز التي تقول إن حذاءها الأول كان ثمنه 50 سنتاً، وتذكر أنها قصدت السوق مع جدتها وكانت في 11 من العمر حين اشترت، ثم طردوها من المدرسة لأنها انتعلت، ولكن تغيرت الأيام وأصبحت تصمم الأحذية الرائعة بنفسها. تذكري الأمر جيداً، زوج ب50 سنتاً أليست صفقة رابحة؟ أخيراً نايومي كامبل كثيرة الانشغالات في هذه الأيام، فهي مدربة ومستشارة في برنامجها التلفزيوني The Face، ولكنها لا تزال ترتجف قبل صعود المنصة. رغم أنها في المهنة منذ عقود، فهي تقول إنها لا تزال تشعر بالرهبة قبل الوصول إلى عرض للأزياء، فلا أحد يعلم ما يحدث، لكن نحن نعلم أنه في حال وقوع خطب ما، أنت الوحيدة القادرة على تسوية الأمر.
تصميم الأزياء في فيلم هو مهم، إذ كان من نوع التاريخي أو الدرامي أو الخيال العلمي. النهاردة في شوبز بنفتح ملف تصميم الأزياء اللي بيتضمن بعض المقابلات مع أشهر مصممي الأزياء الخاصة بالأفلام وبعض الممثلين. Speak of it again. No one knows it's here, do they? تصميم الأزياء لعب دوراً أساسياً في أفلام هاري بوتر، لكن بما أنه صنع عدد كبير من أفلام بوتر، ألم يسهل هذا الأمر العمل على مصممة الأزياء جيني تميم؟ Not because people change, they evolve from one book to another, and then every year we had new characters because the book have to be entertaining. So you have a development book, development story, new character coming in, a new storyline. No, it was never the same. And even for the kids, they grow. So we had to change and we had to update it, make it fashionable, making watchable for the next years. And so it was always different. It was every year 600 to 700 costumes. تصاميم هاري بوتر كان لها تأثير كبير في المشاهدين. I remember that on the it was a t-shirt that Harry was wearing, which was coming from Gap, and actually we had changed the color, and they sold thousands of this t-shirt. And I never thought, oh, it's just a t-shirt, you know. I had fan club writing me. We love that t-shirt. Where was it from? I still have people now saying, could you tell me why, where did you buy that sweater that Hermione was wearing? كان لجيني دائما لمستها الخاصة على أزياء هاري بوتر. We were always slightly changing things. So like we were buying a sweater and then we were changing the color or dyeing it. Because you know the colors are never the same. When we were shooting underwater, when we were shooting inside, so we had always to do something with the colors or with the texture or putting. We were always changing a little bit of it. لسوء الحظ لم يعد هناك المزيد من أفلام هاري بوتر من أجل جيني، لكنها الآن تعمل على مشروع آخر. But Bond is it's a very demanding. It's wonderful. I love it. I adore every single minute of it. And Daniel Craig is brilliant, and we have Javier Bardem, who is and we have an amazing cast. So it's very exciting, but because it's challenging and exciting, it's a lot of work. من جيمس بوند إلى كيرا نايتلي التي ارتدت أزياء خاصة في أفلام تاريخية مثل The Duchess. I like costume films. I mean, I think in the best case scenario, I wouldn't have done a costume film right like then. It would have been contemporary. But you know, you can't turn down a brilliant story and an amazing character and working with amazing people just because it's set a couple of hundred years ago. I think you have to go with what interests you. And I found her fascinating. وقد ظهرت أيضا في أزياء مزيد من الأفلام. في فيلم بايرتس تعاون جوني ديب مع مصممة الأزياء بيني روز على مظهر شخصيته. It's a triangle. It's a conversation between the actor, myself, and the character. And what I hope for is that when they leave, in the mirror is the character. انتقوا بعناية قبعة جلدية مثلثة الأطراف لتكون علامة جاك الفارقة، كما تأكدوا ألا ترتدي أي من الشخصيات الأخرى في السلسلة قبعة جلدية كي تبقى قبعة سبارو فريدة. أحب داب أن يلتزم بزي واحد، فارتدى معطفا طويلا من الحرير والصوف في كل الأفلام، كما أقنعوه بعدم انتعال جزمته في بعض المشاهد على البحر واستبدالها بنموذج آخر من دون نعل أو كعب. تماما مثل كيرا نايتلي، ارتدى جوني ديب شتى أنواع الأزياء الخاصة في عدد كبير من الأفلام مثل أليس إن وندرلاند. What is the hatter with me? Hatter.
وسويني تود. I thank you, sir. You are a paragon of integrity. Well, Charlie and the Chocolate Factory. Augustus, Augustus, mein Schatz, that is not a good thing you do. Hey, little boy, my chocolate must be untouched by human hands. Come away off the river at once. Careful, son, you're leaning too far out. كانت بيني روز مسؤولة أيضاً عن الأزياء في Prince of Persia من بطولة جيك جيلنهال. We had the best, I think one of the best costume designers in the world doing this, who had previously worked with Jerry Bruckheimer on Pirates of the Caribbean, and she's incredible. And you know, she was everybody. You know, there were about three or four people, the director, producer, me, and her, who had a real say in how this character came alive on screen and what he wore. And it was really important that it be original and interesting, and that it not necessarily mimic what, you know, 6th century Persia would be, but that it be fantasy and mimic the video game. And I think we pulled it off pretty well. وجيك كان مسرورا جدا بزيه. No dress. Definitely no dress. I had pants and boots, which is unfortunate because I think people call, you know, they'll say like, oh, the sword and sandals movie. And I was, no, I'm like, sword, pants and boots is what we wear in this movie. There are other movies that are swords and sandals. لننظر عن كثب اكثر الى زي جيك. This is the one he wears the most. It's made, inspired from an old piece of Persian textile. Mm-hmm. Somebody made me the fabric. And then we turned it into a coat. It's leather edged and it's very comfortable. That's the main thing. ما كان الشيء الأهم بالنسبة إلى الأزياء في هذا الفيلم؟ The parkour and all the kind of major stunts. What you need is some fluidity. You want some motion in the costume. So we, you know, we were thinking about that when we were preparing it. You'd come to me last night. I was tired. العديد من الأزياء صنعت من أجل تايتانيك. بما أنها كانت تمثل دور فتاة ثرية، احتاجت كيت وينزلت إلى الكثير من الفساتين، لكن من أجل إعادة إحياء تلك الحقبة ارتدى طاقم العمل بأكمله أزياء صممت خصيصا لهم. فازت المصممة دابرا سكوت بجائزة أوسكار عن عملها. لكن الأزياء ليست مهمة فقط في أفلام الخيال مثل هاري بوتر والأفلام التاريخية مثل The Duchess، إنها أيضاً أساسية في أفلام الخيال العلمي. مثلت أوليفيا وايلد في فيلم ترون ليجاسي واضطرت لارتداء زي خاص لهذا الدور. I had three wardrobe experts who would dress me every morning. They were like my ladies in waiting, but much more technologically astute because they had to put these lamps on us, you know, and it took a lot of time and a lot of energy, and it took about 3 hours. But once the suit was on, you felt you had stepped into a light sculpture. You know, you were suddenly wearing this thing, this piece of armor, and it was beautiful. ثم هناك أفلام الأبطال الخارقين، حيث يرتدي الأبطال أزياء خاصة مثل سبايدر مان، وأخيرا وليس آخرا باتمان. فاصل قصير وراجعين، ما تروحوش لبعيد. ورجعنا لكم تاني مشاهدينا عشان نكمل حلقتنا. استطاعت كاميرا شوبز الدخول على كواليس مسلسل مرافعة اللي بيلعب بطولة الممثل السوري باسم ياخور، والتقينا ببعض أبطال العمل عشان يعرفونا إيه أدوارهم بالضبط. خلونا نتابع. الأعمال التلفزيونية التي بدأ تصويرها استعدادا لعرضها في موسم رمضان المقبل مسلسل المرافعة الذي كتب تامر عبد المنعم ويخرج عمرو الشيخ بعد اعتذار المخرج حازم فودة. المسلسل يدور حول جريمة قتل نجمة سينمائية شهيرة واتهام أحد رجال الأعمال بقتلها. مفيش أي أسباب للتوقف غير نحن بنحضر. حصل اعتذار من المخرج حازم فودة نتيجة صلة القرابة اللي بينه وبين أستاذ ممدوح يوسف رئيس قطاع الإنتاج في مدينة الإنتاج الإعلامي المشاركة في عمل مرافعة، وبالتالي تم تغيير كل المساعدين، فبدأ يبقى في نظام جديد بنشتغل بيه. مسلسل هنقف فيه كتير على فكرة عشان ما نقعدش
نعيد ونزيد. عندنا ديكورات، عندنا نقلات، وعندنا سفر بيتطلب ان احنا نحضره مظبوط عشان يطلع كويس، ولذلك احنا عشان كده بدأنا بدري. العمل ناضج جدا كسيناريو وحوار، وهذا من اهم العوامل التي شجعت قراري على المشاركة في هذا المسلسل، خصوصا اني انا يعني لم اكن قد شاركت اساسا في اعمال مصرية لمدة سنوات سابقا. يعني انا اخر عمل كنت اشتغلت فيه كان زهرة، فبعد انقطاع حوالي 3 سنوات عن الساحة في مصر عدت من خلال ورق. أعتقد أنه ناضج فنيا ومهم، ويقدم حالة إنسانية وحالة سياسية واجتماعية مهمة، وأعتقد أنه سيضيف لمسيرة الفنية بشكل قوي جدا إن شاء الله. مسلسل مرافعة، مسلسل الكاتب والأستاذ تامر عبد المنعم. مسلسل يضم مجموعة كبيرة جدا جدا من الممثلين. طبعا بالنسبة للتعامل مع عمل فيه كاست بالحجم ده وممثلين كتير بالطريقة دي، بتبقى قضية ليها مميزات وليها صعوبات. طبعا أكيد أي مخرج يحب أن يشتغل مع هذا العدد من النجوم، بالذات ما يكونوا نجوم وفي نفس الوقت ممثلين موهوبين. لكن طبعا في نفس الوقت دي قضية بتبقى فيها صعوبات، لأنك أنت بتبقى لاقي نفسك مسؤول على قيادة يعني هذا الكم من الممثلين، وفي نفس الوقت توجيههم وأنك أنت تخليهم يندمجوا مع بعض داخل إطار واحد، بتبقاش حاجة سهلة قوي يعني. بس يمكن ده العمل الثالث ليا. بالصدفة كان العمل الأول والثاني فيهم نفس الصفة، وهو العدد الكبير من الممثلين، فالحمد لله يعني الواحد اكتسب خبرة شوية في الموضوع ده، وأزعم ان انا وفقت فيه في العملين اللي فاتوا. فانا سعيد بصراحة بان برضو من حظي ان العمل الثالث يكون فيه هذا الكم وهذا العدد من النجوم اللي زي معايا في المسلسل ده. انا دوري طالع ابن الاستاذ باسم ياخور ومدام شيرين رضا، اللي هو طبعا عامل دور الاستاذ باسم، عامل دور اللي هو المفروض هشام طلعت مصطفى. وبيحصل بقى مصادفات، بيحصل مشكله. انا بحب واحده معايا في الجامعه، ابوها من الصحفيين المعارضين للحزب الوطني ايام الحزب الوطني بقى، وبيحصل بقى طبعا مفارقات. انا ببتدي اتعلق بابو البنت، وابتدي انا افكر زيه، وابتدي افكر ضد النظام. طبعا ده بيعمل مشاكل في العيله، بيعمل مشاكل مع ابويا. ويا رب ان شاء الله المسلسل يعجبكم. وفعلا انا مبسوط جدا ان انا في العمل هنا، لان انا من اول الاعمال، او يعني مش من اول الاعمال، في ممكن يعني من الاعمال اللي انا شاركت فيها. فعلا لما بقرا السيناريو فهمت الشخصيه خلاص. يعني تامر كاتب الموضوع بطريقه مبسط الدنيا جدا، مخلي كل واحد عارف الشخصيه اصلا يطلع منها ايه ويعمل فيها ايه. فان شاء الله يا رب يعجبكم المسلسل ان شاء الله. انا بعمل دور اسمه اللواء عبد القادر، ده رئيس جهاز مباحث امن الدوله، وهو يعني هو بيلقي الضوء من خلال فتح ملف يعني امن الدوله من خلال لواء عبد القادر وفريق العمل اللي معاه، على ازاي امن الدوله كانت يعني تمتلك خيوط اللعبه، وخاصه في علاقتها مع الاخوان، ازاي انها كانت يعني بتقدر في ديل معمول مع الاخوان حسب ما المسلسل بيقول، وده ممكن كنا بنسمع عنه وبنقراه، لكن المسلسل هنا بيجسده بشكل كويس، ان هناك ديل ما بين مباحث امن الدوله والاخوان. ازاي مباحث امن الدوله يدها في كل صغيره وكبيره في البلاد في الفترات الماضيه. زال فيلم رايد ألونج الأسبوع الرابع على التوالي متصدر المرتبة الأولى على شباك التذاكر في أمريكا، لنكتشف سوا. المرتبة العاشرة شهدت تراجع فيلم ليبر داي، حيث جمع 3.2 مليون دولار. This is Frank. He's kind enough to offer me a ride. We really can't help you. Frankly, this needs to happen. Where do you want to go? Your house. Frank Chambers, an inmate at Stinchfield Prison, serving 18 years for murder. I'd be grateful if you let me stay till nightfall. Isn't it against the law to hide a fugitive? If someone were to come by, it would need to look like I kidnapped you.
How do I know you won't hurt us? I'm stronger than you think. I've never intentionally hurt anyone in my life. What happened? Just know that there's more to this story than you'll see in that paper there. You won't be needing that any longer. When you have to say I tied you up, you won't be lying. Choke up on the bat, hands together. It's a good peach. We should throw most of them away before they rot. I have another idea. وتراجع فيلم جاك راين شادو ريكروت من المرتبة السادسة إلى التاسعة مع 3.6 مليون دولار. Work okay? Why don't you sit down? Now talk me through your very scary scenario. Keep in mind, I don't have your PhD. Tokyo, London, the United States. It's gonna be a wipeout. We'll never see it coming. وتراجع أيضا الفيلم الكرتوني The Not Job إلى المرتبة الثامنة مع 3.8 مليون دولار. You gotta get those nuts. These nuts are ours! You guys smell like burnt nuts or something? That me? Flaming cord of nuts! Ew. He's destroying our only food for winter! We're all gonna die! When your whole world comes crashing down... you have to do is look up. The lost city of Atlantis! Okay, we get a crew, we break in, but we do it my way. ودخل فيلم Vampire Academy مباشرة في المرتبة السابعة مع 4.1 مليون دولار. Please don't say Vampire Academy. You know how I feel about the V word. It's confusing. Back off, blood whore. He's mine now. God, I hate high school. Lissa is a possible successor to the throne. You should know by now. With us, weird doesn't begin to cover it. Oh my God. Gonna happen tonight. At this point, I can't remember who loves us and who hates us. Let's make tonight our bitch. There's a bigger threat still out there. Let's just keep our heads down and stay under the radar. وتراجع فيلم لون سيرفايفر إلى المرتبة السادسة بعد أن جمع 5.2 مليون دولار. I'm a lover, I'm a fighter, I'm a UDT Navy SEAL diver. Listen up, Red Wing's a go. Bad guy, senior Taliban commander. Shaw killed 20 Marines last week. 20. Going in with a four-man team. Axelson, myself, Dintz, Marcus. TV, it's a lot more than 10 guys. It's an army. وتراجع فيلم That Awkward Moment من المرتبة الثالثة إلى الخامسة مع 5.5 مليون دولار. What are you doing here anyway? What the? What the? Hey, it doesn't mean what you think it means. It doesn't? Oh, what does our relationship mean to you then? Wait, you guys are in a relationship? I've been trying to pretend that things haven't changed. Hey, come here, man. Do not hug me with no pants on. You're right, respect. Being there for someone when they need you, that's all relationships are. I love the way she laughs. I love the way we fit together in bed. Because we're the same height, our crotches line up perfectly. That's really good. I love that. I love that. Yeah, even. Man. So run and tell her that. All right, I'm doing it. I'm doing it. Man, you're doing it. وتراجع الفيلم الكرتوني Frozen من المرتبة الثانية إلى الرابعة حيث جمع 6.9 مليون دولار. Let's go bring back summer! Man, am I out of shape. Wolves. Stop! Whoa. Are you okay? I've got a thick skull. I don't have a skull. Oh, woo! Head rush! So cute.
It's like a little baby unicorn. وتراجع أيضا فيلم Ride Along إلى المرتبة الثالثة حاصدا 9.3 مليون دولار. You know what you... Is he still staring? Make him stop. Dave, I wanted your blessing in asking your sister to marry me. Show me that you're worthy of her. How am I supposed to do that? I'm gonna take you on a ride along. Today is your training day. Have you ever even held a gun before? Bang, bang. Come on, the shotgun specialist. Be careful, that's got magnum loads in it. You have to get out of here! My stomach and my ass. Oh yeah, you ready for the streets. ودخل فيلم جورج كلوني الجديد The Monuments Man مباشرة في المرتبة الثانية مع 22.7 مليون دولار. We're going to start with a friend in Paris who's going to have some idea where the French art has been hidden. How can I help you steal our stolen art? The Nazis are taking everything with them, so we have to get as close to the front as we can. Look at this. It says if Hitler dies or if Germany falls, they're to destroy everything. Everything. We gotta move. They tell us who cares about art. But they're wrong. It is the exact reason that we're fighting. For a culture, for a way of life. What is all this? People's lives. ودخل أيضا مباشرة في المرتبة الأولى فيلم The Lego Movie بعد أن حصد 69.1 مليون دولار. Yes, that's me. Relax, everybody, I'm here. Batman? Awesome! Who are you here to see? I'm here to see your butt. Oh my gosh! Pow! Wham! First try. My fellow master builders. Hello! Lord Business plans to end the world as we know it. There is yet one hope. The special has arisen. I know what you're thinking. He is the least qualified person to lead us. And you are right. A house divided against itself would be better than this. مسلسل الخطيئة تصوير مشاهدة الأولى بعد فترة تحضير وبروفات وترشيحات للأبطال استغرقت ما يقرب من شهرين، حيث يقدم مؤلف العمل فداء الشندويلي الحلقات على غرار الدراما التركية، وهي النوعية اللي سبق وقدمها في مسلسل آدم وجميلة وزي الورد، مسلسل خطيئة من بطولة شريف سلامة وريهام عبد الغفور وصلاح عبد الله ونهال عنبر ورجاء الجداوي. أكدت الفنانة علا غانم في تصريحات صحفية أن فشل سعيد كلاكيت الذي تلعب بطولته أمام عمرو عبد الجليل في تحقيق إيرادات بيرجع إلى طرحه في دور العرض بدون دعاية، هذا على الرغم من اتفاقها المسبق كما تقول مع منتج العمل على تكثيف الدعاية الخاصة بالفيلم. مين من المشاهير من مواليد 15 فبراير؟ Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday just for you. بنقول هابي بيرثداي للممثلة جين سايمون اللي فازت بجائزة الجولدن جلوب كأفضل ممثلة عن سلسلة تلفزيونية عام 82 عن إيست أوف إيدن وعن 96 عن دكتور كوين وميديسن وومن. تحتفل جين سايمر اليوم بعيد ميلادها 63. بعد الفاصل، جينيفر لورنس بتخاف ترتكب الأخطاء؟ بنرحب بكم مشاهدينا في الجزء الأخير من حلقتنا The Wolf of Wall Street، مرشح حاليا لخمس جوائز أوسكار كأفضل فيلم، أفضل مخرج لمارتن سكورسيزي، وأفضل ممثل لليوناردو دي كابريو، وأفضل ممثل بدور مساعد لجوانا هيل، وأفضل سيناريو لمقتبس لترينسي وينتر. نبقى الآن مع ملف خاص للفيلم The Wolf of Wall Street، وبتضمن أيضا مقابلات مع الممثلين والمخرج. Excuse me. Yeah. Is that your car on the lot? Yeah. Is it Jag? Yeah. How much money you make? I don't know. $72,000 last month. Yeah, that's why they were expensive. $22 million in 3 hours! Hey, listen, I quit. Yeah, I'm going into stocks. The Wolf of Wall Street هو أحدث فيلم لمارتن سكورسيزي ويروي قصة جوردن بيلفورت سمسار بورصة يجني أموالا طائلة بطرق غير شرعية. يلعب الدور ممثل سبق أن لعب أدوار بطولة في 4 أفلام لمارتن سكورسيزي وهو ليوناردو دي كابريو.
That was one of the things that Marty said very early on. He's like, you know, through my experiences in making movies, if you're authentic with the characters and who they are and don't betray that, people will go along with anything. Why bother telling a story of somebody who's not, someone who's unremarkable, someone who didn't do anything inspiring, wasn't Michelangelo or Walt Whitman or Roosevelt on one hand, on the other hand, Rasputin or Mao or Stalin. On top of that, someone who led a life that wasn't exemplary. My name is Jordan Belfort. At the tender age of 22, I headed to the only place that befit my high-minded ambitions. Name of the game. Move the money from your client's pocket into your pocket. But if you can make your client's money at the same time, it's advantageous to everyone, correct? No. What's going to be surprising is the humor, the dark humor of this movie, but, you know, no Scorsese movie is ever going to, you know, not have that dark side, too. And the exploration into, you know, the depths of who these people are. You look at these guys and think, wow, this seems to be a lot of fun. Well, it doesn't just look that way. They really did have a lot of fun. In fact, that's really all they could do is have fun and more fun and more on top of that until it wasn't so much fun anymore. But what they couldn't do was just be. I started my own firm out of an abandoned auto body shop. We will be targeting the wealthiest 1% of Americans. I love three things. I love my country, I love Jesus Christ, and I love making people rich. Hello? But I needed to mold them in my own image. With this script, I'm going to teach each and every one of you to be the best. This is the greatest company in the world! I was becoming a legend. Aren't you married? Yeah, but married people can't have friends. We're not going to be friends. We met the real Jordan in person before we started filming, or some of us did, and I got to meet Nadine, his actual wife at the time. And there's something about he's very charismatic, he's very likable. He's, you know, doing or saying terrible things, but you like him. I played Donnie Azoff, and I'm Jordan's business partner and best friend, and we start this company together and, you know, end up, he kind of ends up becoming obsessed with power, and my character ends up becoming more obsessed with, you know, the more animalistic things like drugs and women, and sort of falls to a darker side in that way, where Jordan sort of, I think, gets off on being all powerful. This is my home! Good for you, little man. Yeah, but look, man. I was making so much money, I didn't know what to do with it. $26,000 for one dinner! Dad, we're not poor anymore. Tell them about the sides. What are these sides? They cure cancer? The sides did cure cancer. That's the problem. They were there. That's why they were expensive. $22 million in 3 hours! The real question is this. Was all this legal? Absolutely not. ايه هو جديد الفنان باسم السمرة؟ خلونا نتابع في هذا التقرير. يدخل الفنان باسم السمرة تجربة سينمائية جديدة من خلال فيلمه الجديد وش سجون، والذي يحمل فيه باسم بطولة الفيلم على عاتقه، وتشاركه البطولة الفنانة دينا فؤاد وإيناس عز الدين. كانت الشركة المنتجة للفيلم احتفلت مؤخرا ببدء تصويره بعد سلسلة طويلة من التأجيلات لحين الانتهاء من الترشيحات النهائية للفيلم الذي كتبه مصطفى السبكي ومن إخراج عبد العزيز حشاد. الفيلم بيتكلم عن مجموعة من الشخصيات اجتمعوا في السجن وكل واحد ليه حكاية، عمل مكتوب حلو أو مصطفى السبكي وإخراج عبد العزيز حشاد، ومعايا مجموعة جميلة من نجوم أحمد فلوكس وأحمد عزمي ودينا فؤاد وسيد رجب. الحقيقة في كاست أكتر من رائع، الأستاذ محمد شرف، فإن شاء الله نشوف نتيجة كويسة وحلوة. دي أول مرة قناة تلفزيونية بتنتج فيلم أنا بشتغل فيه، هنشوف إن شاء الله، بس أنا متفائل خير. الأستاذ طارق عامل شغل حلو وعامل لنا كل الإمكانيات اللي تساعدنا نعمل فيلم مميز. الفيلم مفروض ان هو بيدور في سجن، يعني سجن الاستئناف. انا دوري نور، بنت غنية جدا من عيلة كبيرة ومتجوزة احمد فلوكس وهي بتحبه قوي، وبتحصل بقى احداث
بتوصله ان هو يدخل السجن. طبعا مش هقدر احرق، بس اوعدكم ان هو فيلم قصه حلوه قوي، وان شاء الله نعمل اللي علينا ويطلع بصوره نكون بيها عند حسن ظن الناس ويحبوا الفيلم يعني. هو دور باذن الله ربنا يجعله عمل حلو، شخصيه نعيم، وهو يعني شخصيه نخليها مفاجاه برضو للجمهور، لان يعني الحمد لله بحب كل فيلم اقدم فيه شخصيه مختلفه، فيا رب يعجب الناس. سعيدة جدا مشاركتي في أول عمل سينمائي بالنسبة لي وبطولة جماعية لفيلم رد سجون أو وش سجون دلوقتي، بطولة النجم باسم السمرة، الفنان الكبير الأستاذ أحمد راتب، أحمد فلوكس، أحمد عزمي، دينا فؤاد، مش عايزة أنسى حد، كلهم صحابي بس مش عايزة أنسى حد. أنا مش هحرق لك دوري، لاني اول حاجه انا طالعه مراد باسم، بيخش السجن اول مره علشاني، تاني مره علشاني، تالت مره علشاني. فالحياه بتدور بعد كده، وبيحصل بقى مفاجآت كتير قوي، بنشوف عزه بتعمل ايه في الاحداث يعني. ده بالنسبه لفيلم وش سجون، ان شاء الله يكون حلو، واول تجربه ليا تكون ان شاء الله ان شاء الله ناجحه. احنا مشكلتنا مشكله جيل مش عارف عايز ايه، فلما تجيله الفرصه تفتكر هيستغلها ولا ما استغلهاش؟ فهم لو توجهوا كويس هيستغلوا الفرصه كويس. كنت قاعد في كتابه الورق وكنت حابب فكره ان احنا نبقى يعني يبقى الجروب كبير للعمل، يعني انا معايا حوالي بتاع 30 ممثل وكلهم اسماء كويسه جدا ونجوم، فكان عاجبني فكره المجموعه الكبيره دي. بشارك بغنوتين في الفيلم، غنوه عباره عن غنوه يعني راقصه شويه وغنوه دراما. الغنوه الهنك من كلمات الفنان احمد شريف والحان وتوزيع لاغنيم ليلي 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 يا ليلي يا ليلي يا ليل، انا وانت زي السمك لو طلع من ميته بيموت، ما هو اصله برضه السمك في ضعيف الحوت، ومش عشان بلطية حاول تعلي الموج عليك يا واد وعليا، حنسيب هوانا هوانا يموت يا ليل يا ليل يا ليل. جينيفر لورنس بتخاف ارتكاب الأخطاء، وبعد 6 سنين وثلاث أولاد لماذا لم يتجرأ الممثل ماثيو ماكونهي طلب يد شريكته كاميلا؟ وجاريد ليتو يقر بأن نجاحه لم يكن أمرا سهلا، التفاصيل في هذا التقرير. جي لو لا تزال تشعر بالرهبة، ماثيو ماكونهي أخذ وقته قبل أن يتزوج لسبب معين، وجاريد ليتو يعمل بجهد. تقول جينيفر لورنس إنها وبرغم إدراكها لكونها الحسناء المحبوبة في هوليوود حالياً، فهي لا تزال تتوتر وترتعب ولا تطلب أي مطلب خوفاً من ارتكاب الأخطاء، وتقول إنها تجد الأمر أخرق أن تتبعها الفتيات إلى المراحيض لتحصل على توقيعها. هذا ليس سيئاً، ولكن نأمل ألا يحاولن دخول الحمام نفسه برفقتك، عندها سيكون الأمر غريباً. الآن ماثيو ماكونهي الذي أخذ وقته ليسأل زوجته كاميلا أن تتزوج منه، ولكن السبب وجيه، لدى الاثنان 3 أولاد أصلاً، إلا أنه يقول إنه احتاج لأن يكون متأكداً من القرار لأنه تزوج مرة ولا مجال للفشل ثانية. إذن بعد 3 أولاد و6 أعوام من المواعدة فعلها ماثيو.
أخيراً جاريد ليتو ومهنته التي لم تكن سهلة بداية. جاريد مرشح لأوسكار عن دوره في دالاس بايرز كلاب، وقد حصل على جولدن جلوب وساج أيضاً. هو موهوب في التمثيل وكذلك في الغناء مع فرقة 30 Seconds to Mars، ولكن يقول إن كل إنجازاته هي نتيجة العمل الشاق. أتى من محيط فقير في لويزيانا، ولكن نجح في دراسته. حسناً، أثمرت جهودك طبعاً، والترشيح للأوسكار أكبر برهان. جديد النجوم الأتراك، خلونا نتابع سوا بهذا التقرير. تعرضت الممثلة التركية بيرين سات وخطيبها المطرب كينان دوغلو للتهديد بالحرق والقتل على يد أحد المتسولين المدمنين لمطالبته لهما بإعطائه مالا، وذلك في الساعة الواحدة صباحا بعد تناولهما العشاء معا في أحد المطاعم واستعدادهما لمغادرة المكان. وقد انتابا بيرين وكينان الذعر فسارعا بمغادرة المكان بعد احتواء الموقف. شهدت الممثلة بيلين كارهان الشهيرة في العالم العربي بمريم في مسلسل حريم السلطاني في منطقة أرنافيوتكي، حيث تناولت السمك برفقة أصدقائها والتقطت عدسات المصورين صورا لها بعد أن لفتت الانتباه بسيارتها الجديدة. فسألها عدد كبير من الصحفيين هل هذه السيارة هدية؟ فأجابت اشتريت لنفسي هذه السيارة كهدية ولا أذكر متى. ويذكر أن بيلين طلقت مؤخرا من زوجها، فترددت إشاعات عن دخولها في علاقة حب جديدة. مشاهدينا خلصت حلقتنا النهاردة، هستناكم بكرة في نفس الميعاد وأقول لكم باي باي.